قبل أن نفتح ملف خصخصة الكويتية، دعونا نلقي نظرة على أهم الجمعيات العمومية التي عقدت في الأيام الماضية وأهم أخبار الشركات. عقد بيت الاستثمار العالمي جلوبال جمعيته العمومية التي وافقت على توزيع الشركة 5 فلوس أرباحا عن عام 2014، والذي حققت فيه الشركة أرباحا صافية بقيمة 6.5 مليون دينار. وفي مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية، صرحت جلوبال أنها تقدمت بطلب إعادة إدراجها في السوق الكويتي، والذي انسحبت منه اختياريا في يونيو عام 2013 بعد 10 أعوام من الإدراج، من أجل تطبيق خطة إعادة الهيكلة، والتي تصادمت حينها مع قانون هيئة أسواق المال الذي تم تعديله فيما بعد استيعاب عملية تبادل الملكية مقابل الديون بدون شرط الاستحواذ الإلزامي على الأسهم. وجلوبال مرت بعدة مراحل منذ تأسيسها عام 98، والذي شهد صعودها كأحد أكبر وأنجح بنوك الاستثمار في المنطقة، ولكن الشركة تكبدت خسائر كبيرة أبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما أدى إلى لجوئها إلى خطة إعادة الهيكلة والتنازل عن أصولها مقابل تسوية ديونها. وتعود جلوبال اليوم وتعلن أنها شركة خالية من الديون، تتمتع بملاءة مالية عالية، وتدير أصولا بقيمة تفوق 4 مليارات دولار، بعد أن عدلت نموذج عملها للتركيز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. أعتقد أن يعني وبصريح العبارة وبالكابيتال ليترز أن بيت الاستثمار العالمي تجاوز الأزمة، وأن إحنا الآن في طريق النمو بإذن الواحد الأحد، وأن راح نركز على الخطة الاستراتيجية اللي تكلمنا عنها ووعدنا مساهمينا فيها من قبل سنتين، وهو تحقيق الإيرادات والعمولات وتجنب المخاطرة برأس المال. اليوم ميزانية جلوبال ميزانية خالية من الديون، تمتاز بكمية كبيرة من النقد والنقد المعادل، وتمتاز بجودة بالإيرادات، تقريبا 70% من الأرباح المحققة عبارة عن أرباح من الإيرادات والعمولات، وأأمل أن هذا سيعيد الثقة في بيت الاستثمار العالمي. وأنا ندري أن يمكن الموضوع بيحتاج المزيد من الوقت، لكن أنا أنتهز وجودي معك اليوم نجوى عشان أؤكد للمساهمين وأؤكد لعملائنا أن سنعمل كل ما في جهدنا أن احنا نواصل هذا النمو ونركز على هذه الاستراتيجية وتحقيق الأفضل. طيب، في ظل حوال الأسواق في الوقت الحالي كما نراها، يعني أنتوا التركيز في الوقت أنتوا كنتوا مركزين كتير على المملكة العربية السعودية، هل سيستمر هذا التركيز وأيضا جغرافيا يعني؟ أي لا، بدون شك راح نركز على المملكة العربية السعودية. من الجدير بالذكر أن قرار المملكة بفتح سوقها إلى المستثمر الأجنبي قرار له معنى كبير. نتوقع أنه راح يكون في تدفقات نقدية ما يعادل 50 مليار دولار فقط في المملكة العربية السعودية، وإذا دخلت المملكة بعد سنتين المورغان ستانلي إيمرجينج ماركت إندكس، فممكن يكون السوق الرأسمالي للسعودية أكبر من روسيا، فهذا أمر لا يمكن أن نستهان فيه. وجلوبال صار لها سنوات تستثمر في السعودية، وجلوبال الآن عندها إدارة أصول قوية جدا في السعودية. الصندوق اللي يديره في السعودية يعتبر من أكبر الصناديق المدارة خارج البنوك التجارية.